هنتكلم عن كنيسة ميدروز في اسكتلندا. الكنيسة دي اتبنت سنة 1136 على بين الراهب سيسترين، وخلصوا بناء فيها في 1146. اتبنت بقى الكنيسة دي على الطريقة الكوتية، اتبنت على شكل صليب، صليب سانت جون. وسنة 1385 تم حرق البيت، وبعد كده تم بنوه تاني بس قعدوا 100 سنة يبنوا فيه. من المعروف عن الكنيسة دي إن هي فيها تفاصيل زخرفية كتير قوي. في بقى من الزخارف دي شبه القديسين، في نباتات، وفي على سلم من سلالم الدير يعني نقش من كان رسام مشهور كان اسمه جون مور. في المسقط الأفقي بتاع الكنيسة في صحن الكنيسة، وفي معبر، وفي ترانسبت شمالي، في كمان مكان للاجتماعات في جوه الكنيسة، وكان في برج كده الكنيسة بس هو دلوقتي متدمر. البرج ده ارتفاعه حوالي 85 قدم. لما أول ما ندخل الكنيسة على الشمال في ممرين، في مسبح وترانسبت، وفي في اليمين في مصليات. المصليات دي هي اللي عملت الأجزاء الخارجية. في بقى في الواجهة الأمامية في للمبنى ده فيه 50 شباك وأربع أبواب وفي 50 دعامة. بعدين من أحسن الواجهات بتاعة الكنيسة الوجه الجنوب الشرقي. في الواجهة دي في العديد من النوافذ، في أكبر شباك، في الشباك ده 36 قدم ووسعه 16 متر. والشباك ده من فوق فيه زخرفة كده خفيفة وأنيقة. الدير ده بقى من الحاجات اللي بتميزه جدا الزخارف بتاعته. هو كان فيه زخارف كتير جدا، و بس وبعدين في الوقت ده في اسكتلندا ناس كتير قوي غيرت من الكاثوليك للبرونسيت. وساعتها بقى دمروا كتير قوي من التماثيل والأصنام اللي كانوا بيعبدوها. وبعد كده اتجهوا بقى لعبادة ربنا وكده، فالكنيسة كانت من أول الحاجات اللي اتبنت ساعتها. بس الكنيسة دي تعتبر من أهم الكنائس اللي في اسكتلندا. هي كبيرة جدا، 87 متر في الطول، و اتساعها 285 متر. بس هي من أهم حاجات